فترة الانتقال في 48 بعد ما انه خلينا نقول كل القرى المجاورة لدالة الكرمل كلها هربت وقسم كبير دشر نساء اولاد وهون التجأوا لدالة الكرمل، هذيك الفترة انت متذكرها؟ طبيعي، دالة الكرمل كانت محط لجميع الجيران اللي كانوا في هالوه. كان في كل بيت في دالة الكرمل على الاقل 10 15 عائلة. انا في بيتنا انا بتذكر كان مش اقل من 10 عائلات كانوا يناموا ياكلوا ويشربوا، واستقبلنا جيراننا احنا على احسن وجه، وقمنا بواجبنا كجيران وكمان اكثر من هيك، يعني زعماء البلد هون وزعماء اسفيا توجهوا لجماعتنا في الطيره، جيراننا في الطيره وفي اجزم في غزال قالوا لهم من شان الله لا ترحلوا، ابقوا هون تخافوش يا ناس، احنا لنا علاقات مع الجماعه والجماعه بيقولوا لكم ابقوا. ما ردوا على جماعتنا، لو ردوا على جماعتنا ظلوا في قراهم. يعني احنا خدمنا جيراننا، كان في كل القرى كثير، مش بس استوعبناهم وجبناهم وقعدناهم في بيوتنا وعملناهم كاخوان، فاهم كيف؟ الا كمان حاولت الزعامه هون المشايخ حاولوا انهم يردعوهم من السفر من ترك بيوتهم، وهن ما قدروا. بلطفي كان في خلينا نقول بيت شعر، اغنيه، اشي خاص امل نصر الدين يحبه؟ او هيك خلينا نقول بعده لليوم تذكره؟ لا انا بتذكر انه بعد ما رجعت لهون وبدات اشتغل كانوا شباب في البلد يغنوا يا داليه فيك امل رمز التقدم والعمل، شعر هذا شعر جديد. لانه قسم كبير من دالة الكرمل من عائلة نصر الدين، من عائلة حسون، من عائلة حلبي، دائما كان في مختارين. في 51 قرروا تعيين مجلس محلي مش انتخابات. نعم. ولكن في المجلس الثاني حضرتك انت طلعت عضوين مجلس لما قفطان طلع عضو بصعوبة. نعم. انا بقول لك ليش. اول اشي يعني انا كان الاكثرية الاخوان اللي كانوا معي كلهم شبيبي. الاغلب شبيبي. اثنين انا كنت متعهد، اكبر متعهد لدول الصعيد، اول متعهد حتى بالقرى الدروزية كنت انا. كان عندي 120 عامل. يعني اكبر قوة في هاي البلد كانت معي، يعني رغم انه الحلبية بصورة عامة تكتلوا ضد فكرتي او فكرة تاريخي، وثلاثة ارباع دار نصر الدين كانوا ضدي، وتقريبا 90% من دار حسون كانوا ضدي، يعني العائلات الكبيرة كلها كانت ضدي. رغم كل هذا بمساعدة العائلات الصغيرة والشباب اللي فهموا على انه في هناك مجلس محلي وواجباته التطوير والعمل وخدمة الجمهور صوتوا لي إلي، وأنا فعلا أخذت 273 صوت، طلعت عضوين في الوقت اللي حياة المرحوم الخال أبو علي القفطان أخذ 170 صوت. بالضبط، وأنت هون بتروح وبتصير نائبه. وبعدين أنا كان بدي أكون رئيس. أنا ما رحت مشان أكون نائب أبو علي القفطان. لكن الجهات السياسية المباينك الأول، وبعدين المشايخ الدروز، كان الشيخ عبد الحسين صالح ولا جبر ولا كل هذول طالع قاموا في ضغط ثقيل جدا علي على اساس اني انا اقبل كون نائب الشيخ بالو قفطان. وانا شفت على انه اعضاء المجلس انا تقريبا الوحيد اللي كنت بينهم شاب، فهمت كيف؟ وقبل طلعتي وشو شكل ما بدوا لي يعني. وبذكر انه قال ابو نزيه سليمان قدور واعطوا صوتوا لامل، لانه اذا صوتوا لامل المره مرت الجاي بركب المجلس من قائمته بس، وباقي القوائم بتموت. لذلك يمكن معهم حق الجماعة، لو أنا نجحت في هذاك الوقت كنت بركب المجلس من جماعتي من قائمتي. أنا ولا مرة كنت عائلي، ولا مرة عملت قائمة عائلية أبدا، كل وقتي أنا عملت قائمة يا حزبية يا مثلا القائمة تبعتي الأولى كانت قائمة الشباب الأحرار سميتها، إشي عظيم جدا. وبعدين كنت في قوائم حزبية وإلى آخره. قبل نحن نوصل لعضو كنيست، انت عضو كنيست الرابع كان في الطائفه الدرزيه، ولكن مره من المرات اجى على عوسفيا وكانت الدوله باعثه الوزير تبعها يبني خلينا نقول صندوق المرضى في عوسفيا، وحضرتك مع ابو علي قفطان وجماعتكم كنتوا في عوسفيا ايضا في هذا الاحتفال، وهناك كان السكرتير شريف رسلان ابو ركن، وكان هناك سكرتير المجلس، وكان هناك خلينا نقول الشيخ لبيب كان رئيس المجلس، وهناك انتوا استغليتوا موقف ك
كان في خلاف بيناتهم سحبت الوزير العدالي وعملته صندوق للمرضى. وهي المعلومات طبعا اجتنا وصر يعني صححنا اذا نحن عم نحكي صح ولا. الواقع كان في عندنا كثير جولات وصولات قبل ما توصل لصندوق المرضى. قضية المي، قضية الكهرباء، كان هناك مشاكل معقدة جدا. قضية الكهرباء مجموعة معينة من الزعماء قررت أن تعمل شركة لها، وعزموني على غدا وحتى يعني استعطفوني حتى أنا أقبل. بعد ما أنا تغديت وكل شيء قلت لهم مثل ما قال التركي يوق، أنا مش موافق. وهبطت كل البداية هاي الطويلة العريضة اللي كان الشركاء فيها يهود ودروز. كمان قضية المي مشروع المي، الناس ما زالت تدفع مصاري أو ما حاش مصاري، لكن أنا كان عندي 120 عام بيشتغل. أنا قاعد على الطاولة وآخر الشهر بيطلع لك 20 شيكل 20 ليرة نزل لي على الحساب أو بعطيها على قسطي. وهيك أنا جمعت المبالغ هاي مشروع المياه. قضية كبات حليم كمان صندوق المرضى. الواقع أنا كنت سكرتير مجلس العمال وكنت رئيس قسم الجنود المصرحين كمان، مشان هيك كان إلي الحق إني أقرر وين يكون صندوق المرضى. أنا إذا هن عم بيقولوا على في حينه إجا عندي ضيف اسمه بردكي من الإستدروت من نيويورك، وطلبت منه أنا إنه يساعدنا على أساس نقيم صندوق المرضى هون، وفعلا ساعدنا زي ما أعطانا 100,000 دولار في هذاك الوقت. فأنا حاولت ابني كبات حليم في الدالي، عارفش كيف انت خربت الطرفية، فاهم كيف؟ لما الخلافات اللي كانت بيني وبين أبو علي قفطان الله يرحمه، فاهم كيف؟ كانت معقدة جدا، وكان وقتها رئيس المجلس شيخ زعيم ما عندهاش وظيفة عادية، فاهم كيف؟ وفكروا انه امل الله الدين بده ياخذ الزعامه من الحلبيه، فاهم كيف؟ ولذلك وقفوا في جميع الفعاليات اللي انا كنت اقوم فيها. اضطريت انا انقل كوبات حليب صندوق المرضى من الدالي العسفي، مش بالعكس، لانه المصاري اجتني 100,000 دولار اجاني وبدي ابني، وهون مش عم اعطوني. كل ما انا اجيت لاتفق مع واحد يشتري الارض يجي يقولوا له تعزف اترك 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 من الشغلات هاي. وكانت العصاية ثقيلة في هذاك الوقت. اليوم كل واحد بقول انا مين حلبية؟ مين دار مصدين؟ مين دار حسون؟ اما في هذاك الوقت اللي كان يقول لا لابو علي قفطان كان ظل ياكل قتل ليش بقى؟ من مين؟ من جماعة. من مين؟ انت قلت يا احنا كشباب، فاهم كيف؟ لما كنا نشوف عبود الله يرحمه على الزمر يضرب، فاهم كيف؟ يهز الارض، صدقني كنا نظلنا من المغرب للصبح نذبك، فاهم كيف؟ مش مزح، كثير مرات كنا كل الليل نظلنا نذبك ونسحج والى اخره. يعني الفرح كان مطلوب، الانسان بيعيش على الاسود، كمان في ابيض وفي اسود الحياه، فاهم كيف؟ في هذا المجال يعني كلنا متساويين، كل واحد منا بحب الفرح وبحب، واحسن احسن احسن شيء في الحياه انه الواحد يقول له مبروك شو سويت، جوز ابنه، جوز اخوه، جوز هو الى اخره، لذلك الفرح موجود. انا كنت سعيد جدا اللي انا تمكنت مثلا اجيب كل المشاريع اللي بتتعلق في جمهوري في بلدي. شوف، يبدا من ديبور. أنا جبت كيبور لما كان في معارضة شديدة جدا من نقيب كيبور، بينما كيبور غير وجه التاريخ في هاي البلد. كان في 260 بنت يشتغلوا اللي فوتوا مصاري على بيوت. صدقني قبل كيبور كانت الحالة سيئة جدا من ناحية زي اليوم. اليوم كمان الحالة كثير صعبة. اليوم صعبة، ولكن هذا كيف لو انه بدون مصانع وبدون وبدون وبدون. كانت العائلة فيها 7-8 فار، مش زي اليوم. اليوم صاروا الدروز مودرني، يعني بيعمل مثل فرق اثنين ثلاثة ويبطل خلص. خلصنا. كان وقتها يكون عنده 8 اولاد و10 اولاد، فاهم كيف؟ ويعيش على المسكورة الواحدة، مش على 2 مسكورة و3. لما نحن جبنا الجبور عرضونا، بنينا الشكونات الشراكة عرضونا، جبنا البنوك عرضونا، جبنا صناديق المرضى عرضونا، الكهرباء والمي عرضونا. كل هذا سويناه
لما هناك كان في معارضة شديدة جدا وبس يعني بدها رجال توقف فيها.